السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. ثلاث أدعية تجمع لك: العبادة والعتق من النار وخير في الدنيا والآخرة بإذن الله. الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله يجزاك خير ويطول عمرك وياك. احمد، عندك شيء للوقف يا احمد؟ تكلم سجل زوم.